إثر الجرائم المرتكبة في فلسطين، خاصة ما وقع أخيرا من مجزرة رهيبة في حق مخيم جنين، في حق مدنيين عزل، واللي جيش الاحتلال بجبروته وبإجرامه وما خلفه من استشهاد 10 شهداء من المدنيين ودو إصابات، ولا زالت قوافل الشهداء مستمرة. المجازر اليوم في فلسطين وفي الضفة الغربية، الاغتيالات الميدانية، فهذه الوقفة هي تعبير من الشعب المغربي على إدانته لهذه الجرائم واستنكاره لهذه العمليات الإرهابية المسلطة على الشعب الفلسطيني، وهي دعوة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وهي أيضا مناسبة أن هذه الجرائم تتم في ظل واحد المسار ديال التطبيع التي تنهجه الدول العربية التي وقعت اتفاقيات مع الكيان الصهيوني منذ سنتين، ومن بينها بلادنا، فهي رسالة لإدانتنا لهذا المسار باعتبار هذا التطبيع هو تزكية لهذه الجرائم وشرعنة لهذا الجرائم الحرب المرتكبة، فهو إدانة من الشعب المغربي لهذا المسار ودعوة للتراجع عن المسار، لأنه يرهن بلادنا، هو مسار خطير. وحنا أيضا بالنسبة لنا في المبادرة المغربية للدعم والنصرة ننخرط في هذه الوقفة استمرارا وتأكيدا لمواقفنا الثابتة من الشعب الفلسطيني ورفضا لكل أشكال التطبيع، وهي دعوة للشعب المغربي لمزيد من التفاعل، لأن ما يتم مستقبلا في هذا الإطار ديال التطبيع والصهاينة وخطير جدا، وفيه تهديد للاستقرار، مساس بالاقتصاد الوطني، اختراق للمجتمع المغربي، يعني تعبئة لإحضار مجرمي حرب بيننا، والشعب المغربي يرفض أن يكون في هذا الطابور، لأن الشعب المغربي دوما كان مع فلسطين وضد التطبيع. جينا اليوم هذه الوقفة بسيطة كنسجلوا بها الاعتراض ديالنا على قضية التطبيع، رغم أن كنعترضوا على مجموعة ديال الانتهاكات الحقوقية اللي كيعيشوها الفلسطينيين، خصوصا مع المجزرة اللي كانت في جنين حاليا. مهم ان هذا من باب الجانب الانساني، هذه القضيه هذه كنعتنقوها وكان هي في عقيده ديالنا، لكن هو من باب الانساني، شعب انتزعت حقوقه، اخذت داره وارضه، سلب من كل شيء، فبالتالي حنا تنجيو كنسجلوا الموقف ديالنا. هذا موقف بسيط، تهدم البيوت ديالو، يقتل الاطفال ديالو، يعني فينا هما هاد الناس اللي سيهضروا لنا على حقوق الطفل وحقوق 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 وحقوق؟ حنا تنلقاو بان هاد الشيء كله منتهك وحنا مغمضين عينا، فبالتالي هذه وقفه بسيطه، لا شيء، لا تمثل زعما شي حاجه اللي كبيره، كنسجلوا بها الموقف ديالنا وكنساندوا بها القضيه الفلسطينيه. نحن الان في هذه الوقفه التضامنيه مع الشعب الفلسطيني، نظرا لما تعرض اليه الشعب الفلسطيني من إبادة ومن جرائم حرب تنتهكها وتقوم بها يقوم بها الكيان الصهيوني في الأرض فلسطين ضد الأطفال والنساء والشيوخ والرجال، وأمام للأسف أمام أعين العالم بدون رادع. نحن في هذه الوقفة نريد أن نبلغ مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى وهي للفلسطينيين، نقول نحن معكم، نتضامن معكم، نحن نداعمكم بما أوتينا من قوة. الرسالة الثانية وهي للفصائل الفلسطينية، نقول لهم مزيد من تراصي الصف وتوحيد الكلمة والفعل والتصويب نحو الأمور التي تحقق أو تصون حقوق الشعب الفلسطيني. الرسالة الأخرى وهي للمنتظم الدولي، للأسف نجده أنه يكيل بمكيالين، فكيف نراه في الحرب الأوكرانية الروسية أصدر مجموعة من العقوبات وأصدر مجموعة من التوصيات، في حين أن الشعب الفلسطيني للأسف 75 سنة وهو تحت القصف والحصار والتقتيل والتعذيب، لم يصدر عليه أن يصدر عنه أي قرارات جادة لتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني. وكذلك رسالة للحكومة المغربية، نقول كفاكي على من هذه التطبيع ومن هذه الهرولة، فلن تجني إلا الخراب والدمار من هذه التطبيع. هكذا كان الأولى، وأن الدولة ترأس لجنة القدس أن تكون في صف الفلسطينيين، ولكن للأسف أنها تهرول إلى الكيان الصهيوني المجرم الذي يقتل صباح مساء الشعب الفلسطيني.
اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.